بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيادة مصروفات العام الدراسي الجديد. شكاوى كتير من أولياء الأمور والأهالي، خاصة في ظل الظروف اللي بتمر بها البلد من فيروس كورونا. ولذلك تم اجتماع مصغر ما بين رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، وتم إعلان عن إعفاء 10 فئات من المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد. السنة اللي فاتت كانوا 7، تم إضافة 3 فئات السنة دي. أتمنى أن تدوس لايك وتشترك معايا في القناة عشان تتابع كل الأخبار. هنشوف مع بعض في البداية قبل ما نعلن عن كل المعفاة، طبعا ده الشكل. رياض الأطفال هيدفعوا 300 جنيه، الصف الأول للثالث هيدفعوا 300 جنيه، الصف الرابع للسادس هيدفعوا 200 جنيه، والصف الأول للثالث هيدفعوا 200 جنيه، والصف المرحلة الثانوية 500 جنيه، والدبلومات 200 جنيه. طبعا ده بالنسبة للناس العاديين. طبعا في فئات زي ما انتم شايفين تحت أبناء العاملين اللي هم أبناء المعلمين، ودي فئة من الفئات. طبعا في رياض الأطفال 159 و160 ونص و110 ونص و110 و263 و113. ده بالنسبة للبيان الأولاني. طب إيه هم ال10 فئات اللي نزلتهم وزارة التربية والتعليم بعد الاجتماع مع مجلس الوزراء؟ رقم واحد الفئات المستعفاة. رقم واحد، نص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة، طبعا إضافية اللي يقصد بها رسوم الامتحانات، لأن السنة دي نزل رسوم الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، وهي كالتالي: أبناء شهداء ثورة 25 يناير. بأول واحد، أول فئة أبناء شهداء 25 يناير. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، دوم هم جماعة ناس كتيرة بتستفاد من الحاجات دي، ياريت تركز معايا بس في الفيديو، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديمهم ما يفيد. الطلاب، يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل والمطلقة، أبناء المكفوفين وذو الاحتياجات الخاصة. طيب، أبناء المكفوفين قلنا وذو الاحتياجات الخاصة، أبناء الذكور المفرج عليهم من السجون حديثا، غير القادرين وبدون دخل ثابت، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي. يعني لازم في يكون في بحث اجتماعي للموضوع ده، خاصة بالنسبة لأبناء الذكور المفرج عليهم من السجون. هنكمل ال4 فئات بعدين عشان بوصلنا لكل الفئات. أبناء مصاب الثورة بعد تقديم المستندات، سواء ثورة يناير أو ثورة 30 يونيو، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد محافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم والمجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية والمتحقين بالمدارس. الحالة الأخيرة وهي الحالات الخاصة، ودي بتكون داخلية عن طريق المدارس اللي هي بتقوم بيها مع المجتمعات العمرانية اللي حواليها، وبيتم سداد المصروفات للطلاب الغير قادرين اللي هم مش مسجلين ولا في الشؤون الاجتماعية ولا ينطبق عليهم الحالات دي. أتمنى أكون وصلت لكم كل حاجة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع معايا كل الأخبار التعليمية والخدمية على قناتكم مستر مان.